كتاب جميل جدا، الكتاب المصاحب لدمية. الكتاب ده تصنيعي وتصنيع طالباتي. الكتاب بيقدم ثقافة علمية للأطفال، يعني بيقدم معلومات عن الحيوانات في شكل سياق قصصي، يعني بقدم لهم معلومة عن الدب، عن البطريق، عن الأرنب، بيعيش فين، صغاره ايه، حياته ازاي، بس بشكل مسرح. كتاب نفسه في شكل مسرح. هعرض عليكم نماذج الكتب دلوقتي المصنعة، قد ايه الكتاب ده جميل. الأطفال بيتعاملوا معاه على انه لعبة تعليمية. اول كتاب ده كتاب البطريق. الكتاب زي ما انتم شايفين كله شكل البطريق، وجه البطريق، واسم الكتاب البطريق، وده جسمه. المعلمة بتحط ايديها هنا، يفتح الكتاب، دمية البطريق تظهر وتبدأ تتحدث مع الأطفال وتتكلم، تقدر تحط ايدك في فمها كمان وتحركي الفم بتاعها، والمعلمة بتختفي تماما وراء الكتاب، ويبدأ البطريق يكلم الأطفال. صباح الخير يا أطفال، أنا صديقكم البطريق، هاخدكم معايا في رحلة علشان تتفرجوا على أولادي، على صغاري، على أصدقائي اللي بعيش معاهم، على الكائنات اللي أنا ببعد عنها وبخاف منها. إيه رأيكم أصحابكم إلى بيتي تتفرجوا عليه؟ ويبدأ البطريق يحكي. أول مشهد هنا إنه بيعيش في بيئة ثلجية، وكل ما كانت البيئة ثلجية كانت حياته أجمل أو ألطف. يبدأ تدخل الدمية بالشكل ده بين الصفحات. يبدأ البطريق يعرفهم على البطريق، أصدقائه اللي بيعيش معاهم، على صغاره، على طريقة إنه كائن بيوض بيبيض، إزاي بيرعى الصغار بتاعته، الغذاء بتاعه إيه. يخلص يبدأ يحكي لهم كمان، وتعالوا اتفرجوا على الكائنات البحرية الجميلة اللي أنا بعيش معاها. وعمال يتكلم والأطفال تكلمه، هو يحرك إيده يحرك فمه، ويبدأ ينتقل ما بين الصفحات. الهدف من الكتاب إن يقدم ثقافة علمية للأطفال في شكل سياق قصصي على لسان كائن الأطفال بيحبوه، شكله شكل حاجات الكائنات اللي بيشوفها في أفلام الكرتون. الكتاب نفسه كتاب دمية، كتاب مصاحب لدمية، عمالة تنتقل وتتحرك ما بين الصفحات وتحكي لهم وتحكي لهم وتحكي لهم. طلعتي الطفل بمعلومة جميلة جدا عن الكائن، عن البيئة بتاعته، عن صغاره، وانتي واقفة ورا مسرح جميل او كتاب لعبة جميل في شكل البطريق. ده احد الكتب اللي اشتغلتها مع البنات، جدا جميل. نشوف كتاب كمان. الكتاب التاني عن الأرنب. الأرنب شكل الكتاب نفسه في شكل شعر الأرنب، حتى يعرف الـ الأرنب ده الفرو بتاعه الخارجي بتاعه، عنده ذيل الأرنب من هنا، أطراف الأرنب موجودة. كتاب كله شكل لعبة. هيبدأ المعلمة كالعادة أيضا هتحط إيدها، هيطلع أرنب سو كيوت، جميل جدا. هتلبسه المعلمة في يدها وتحط ايدها في الفم، وتظبط الدمية في ايديها كويس، وتبدأ الدمية الارنب ترحب بالاطفال الصغار. انا صديقكم الارنب، انا بعيش في المزرعة وبعيش في البيئة البرية، وبعيش وبعيش وبعيش، تعالوا معايا في رحلة جميلة افرجكم على اصدقائي الصغار، افرجكم كمان على اصحابي اللي بعيش معاهم، وقد ايه انا كائن مفيد للانسان، تعالوا نتفرج. ويبدأ ينتقل الارنب من مكان لمكان يفرجهم على البيئة، الصغار، أنواعه، أنواع الأرانب، الغذاء بتاعه، إنه كائن ولود، اللي بيعيش فين، مفيد للإنسان في إيه، الكائنات اللي بيخاف منها، الكائنات اللي بيحب يعيش معاها. ويشكر الأرنب الأطفال، والأطفال يشكروا الأرنب على الرحلة الجميلة اللي خدهم فيها للبيئة بتاعته. الدب. عندنا الكثير من أنواع الدببة. الدب البني، والقصة اسمها الدب البني. أطرافه دب، جسمه من الخارج دب، ومكتوب الدب البني. هحط إيدي كالعادة، هيفتح الكتاب، هيطلع كالعادة الدب البني. هبدأ ألبسه في إيدي وأبدأ أتحرك مع الأطفال، وكالعادة هرحب بيهم وأدخل ما بين الصفحات
واعرفهم بالبيئه بتاعتي، واعرفهم بصغاري، واعرفهم بانواعي والكائنات اللي بحب اعيش منها معاها والكائنات اللي ببعد عنها. ويكفيني جدا ان الاطفال الصغار يعرفوا المعلومه دي عن الدب. هيبدا الدب يتحرك ويتحرك ويتحرك ما بين الصفحات لحد ما الطفل يعرف معلومات عن الدب. الضفدع، كان عندي كتابين عن الضفدع، ده احدهم، دمية الضفدع بعيونه الكبيرة ولسانه الطويل اللي بيخرج يلتقط الحشرات، وايضا يبدأ ينتقل ما بين صفحات الكتاب ويبدأ يحكي عن نفسه ويحكي عن بيئته والمستنقع اللي بيعيش فيه وألوانه وصغاره وطريقة التزاوج بتاعته. الكتب الدمية كتب جدا رائعة ومسلية للصغار، عرضناها أكتر من مرة على القناة، عرضنا طريقة التصنيع وهحط رابط التصنيع في صندوق الوصف. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وتكون الفكرة مفيدة وتشوفوا التصنيع، التصنيع موجود وهو ده الكتاب اللي تم تصنيعه بالفعل على القناة. هحط لكم رابط التصنيع خطوة بخطوة إزاي تنتجي كتاب دمية يقدم للأطفال ثقافة علمية. مش لازم كل القصص تكون خيالية، ليلى والذئب، سندريلا، البطة السوداء، أيا كان، لا، ممكن نقدم كتب في سياق قصصي جميل وبيقدم معلومة علمية للأطفال وعلى شكل حيوانات هو بيشوفها في الأفلام الكرتون، فهتعجبه، هيتبسط وهتنمي عقله وتعرفه بالكائنات الموجودة حاولوا تديله معلومات عنها. إذا عجبتكم الحلقة اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم.